العناصر دول بتبلغ الزيادة في المدرسين تتراوح من ايوه معايا سيادتك الجدول بالظبط كده، تتراوح سيادتك من 325 جنيه ل 475، ده غير سيادتك الزيادات اللي بيستفيد بها جموع المواطنين بيستفيدوا المعلمين بهذه الزياده، ده يعتبر اضافي، حافز اضافي بالظبط كده سيادتك بالظبط كده حضرتك بالظبط بفئات تتراوح من 325 جنيه لادنى مستوى وظيفي اللي هو المعلم المساعد وصولا ل 475 جنيه لكبير المعلمين. كويس. اما بالنسبه للساده اعضاء هيئه التدريس ومعاونين في الجامعات المصريه باعتبارهم بالظبط كده باعتبارهم سيادتك دول اللي هو عشان البحث العلمي والتعليم ومراكز الابحاث وغيره والمراكز البحثيه سيادتك كان برضو لهم نصيب من الزياده اضافيه تتمثل في زياده حافز الجوده وزياده مكافاه التدريس وزياده مكافاه الاشراف على الرسائل العلميه. كام؟ هذه الزيادات بتتراوح من 550 جنيه لدرجه معيد وصولا ل 1475 جنيه لدرجه استاذ في قمه الهرم التنظيمي لاعضاء هيئه التدريس. نعم. بالنسبه للصحه سيادتك برضه لا قبل الصحه دي هتتكلف قد ايه؟ اعضاء هيئه التدريس والمعاونين والجامعات والمعاهد والمراكز البحثيه بتتكلف كام؟ مليار 645. عظيم. مليار 645 سيادتك. طيب اما بالنسبه سيادتك للقطاع الصحي ايوه وده قطاع حيوي ومهم جدا اتحرك بناء على توجيه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتي بزياده اعضاء حافز اعضاء مهن الطبيه بدل مخاطر مهن طبيه من 250 جنيه ل 300 جنيه. ومعاهم التمريض ولا ولا دول حاجه ثانيه؟ والتمريض يا فندم والتمريض والتمريض العالي سيادتك والوظائف الفنيه تمريض كذلك. كويس. دول من 250 ل 300 بالظبط كده سيادتك. ده بيعتبر ايه بند ايه؟ بدل مخاطر بدل مخاطر مهن طبيه سيادتك. كويس يا فندم اتفضل. وكذلك مضاعفه بدل السهر والمبيت بنسبه 100%. نعم. وخلي بال حضرتك احنا بناء على توجيه السيد الرئيس كان دايما وابدا اتحرك في المسارات اللي بتادي لتحسين الاداء الوظيفي للمعلم والطبيب. عشان يبقى تاثيرها على حياه المواطن المصري. يعني حضرتك هنا اللي بيسهر في مستشفى او مكان طبي او غيره او صحه وبيبات بيزيد حوالي 100% تقريبا. بالظبط كده سيادتك. زياده التشجيع على تقديم الخدمة بكفاءة عالية بالنسبة للطب وسيادتك الخدمة الصحية والخدمة التعليمية. كويس. ده كان محور مهم جدا في تحسين الدخول. برضو فخامة السيد الرئيس وجه بحاجة مهمة جدا. ان لابد من زيادة الاعداد القائمين على تقديم الخدمة الطبية والصحية واعضاء هيئة التدريس. اللي هو تعيينات جديدة؟ بالظبط كده سيادتك. تعيينات جديدة. تعيينات جديدة بتخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية بواقع 30 ألف للأطباء وهيئة التمريض. أيوة. وإذا 30 ألف معلم. طب بالراحة عشان الأرقام دي مهمة أوي. 30 ألف مهن طبية. مهن طبية و 30 ألف المعلمين. أيوة. بالإضافة ل 50 ألف معلم نظام استعانة. أيوة. يعني حلول مؤقتة كده عشان برضو الفصل الدراسي مساعدة يعني.